documents à moi pour le document. Ouais, ouais, il y en a. Il y est aussi. Il y est, ouais, il y en a. Tu la mets séparément. Ouais, séparément, ouais. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم جماهير نادي مصر في كل مكان. من هنا من مقر معسكر الفريق الاول لكره القدم في برشلونه نرحب بكم بعد نهايه مراسم التوقيع مع المدافع الاوزبكي شوكت ملا جانوف. بدايه نرحب بكم في اللقاء السريع الذي نجريه الان مع الكابتن شوكت بعد نهايه مراسم التوقيع. في البدايه نرحب بالكابتن شوكت هنا في معسكر الفريق ونبارك له انضمامه لنادي النصر. добро пожаловать здесь в Барселоне и поздравляю что подписали уговор. بدايه اود ان يحدثنا عن مشاعره بعد توقيع انضمامه رسمي. ваши ощущения сейчас после подписал контракт. я подписал контракт, все уже работаем. Работа начался сегодняшний день. Уже будем работать. Значит, на сезон будем готовиться. Нелегкий сезон будет. طبعا خلاص وقعنا العقد. اشعر بسعاده وبمسؤوليه. راح استعد الان لامضاء موسم ان شاء الله يكون ناجح. باذن الله نتمنى له التوفيق ايضا مع زملاء اللاعبين في الفريق. مي توجه جالي مشتبي في بيلي وسبيشني. ايضا يود ان يحدثنا كيف بدات المفاوضات مع كاك كاك في ناتشالي سا كونتاكتوم سناسرهم كونتاكت؟ دا Вот агент у меня вот, зажили вот такую команду, Саудия чемпионат. Ну, мне сразу понравился, потому что Саудия чемпионат сильный, самый Азии, сильный чемпионат считается. Я не отказывал сразу, понравился, я согласился. طبعا بدأت عن طريق الوكيل وأول ما سمع شعر بسعادة لأنه بيعرف أنه الدوري السعودي دوري قوي وأبدأ مباشرة يعني أبدأ استعداده للقبول بدون أي صعوبة لا في مفاوضات ولا في كذا لأنه بالنسبة له هذه فرصة. جميل. طبعا الفريق أمضى هنا تقريبا قرابة الأسبوعين في المعسكر هنا في برشلونة. هو تأخر عن الانضمام للفريق, ما الأسباب؟ почему вы опоздали? потому что сейчас экипа уже две недели здесь. причина визу у нас посольство тяжело получить визу. طبعا بالنسبه للتاخير هو عباره عن اجراء روتيني بالنسبه لاستخراج التاشيره لانه تاشيره بالنسبه لهم في بلد صعب جدا الحصول على تاشيره يعني. اي نعم. ايضا تباينت ردود الافعال بعد ان قبل ان يتم الاعلان رسميا عن التعاقد مع شوكت تباينت ردود الافعال حول مستوى اللاعب خصوصا انه خاض تجربه سابقه في الاهلي القطري. Есть которые люди уплашились, когда узнали, что вы играли в Катару. Что хотите сказать этим людям, которые чуть-чуть уплашили, когда вы играли там? Это футбольная жизнь. Каждый вот, меняется команда здесь, меняется задача. И вот Катар играл. Ну, спасибо всем руководству. Мне вот в арабскую лигу первый раз в Катар попал. Вот. Там тоже нормально, хорошо было все. Здесь сейчас другая уже задача, уже надо вперед идти, надо уже позади все. Вот Катар все уже. Это новый клуб, мой новый. Да. Уже другая задача, уже. Да. Вперед надо смотреть уже, все осталось сзади уже. طبعا بالنسبة يعني هذيك تجربة وهي تجربة وطبعا هو كان سعيد بأداء تجربته الماضية كمان ويعني كانت الأمور كلها جيدة. الآن يتمنى الأفضل هنا
لكن بأكد أنه هناك يعني كانت مهمة، هنا مهمة أخرى، يعني مهمة جديدة، تجربة جديدة، يتمنى فيها الأفضل. صحيح، وإحنا بكل تأكيد يعني باسم الجميع نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله يخوض تجربة مفيدة له شخصية وللفريق ككل في منافسات الموسم. أيضا طبعا أود أن أسأل، كيف وجد الأجواء، كيف وجد الأجواء في المعسكر هنا في Mi znajem i mi tođe vam želim što bi vi uspješno zdes работали. A kak vi videli zdes atmosferu v hotelu zdes? Kada vi prišli, kada vi smatrili igrači, videli igrači, pozdravili se, vaše osjećanje kak? Sve normalno, хорошо встретили. Все, коллектив нормально. طبعا اشعر بسعاده خاصه اني رايت الروح جماعيه عند الفريق واستقبال يعني جيد لالي. نعم طبعا سيبدا بالتمرين اليوم في الفتره المسائيه. سيبودني انا شنايت تريننجوم؟ لا لا сегодня уже. طبعا اليوم نبدا التمرين. ماذا عن الفتره الماضيه؟ هل هو جاهز فنيا؟ هل كان يتدرب ام كان Когда вы задний раз тренировали? Много времени нет? Я вот после сборной 10 дней уже, 2 недели отдохнул, 5 дней назад начал тренироваться. طبعا أنا ريحت أسبوعين. بعد الأسبوعين صار لي 5 أيام متمرن قبل ما أوقع لك. جميل. أخيرا ماذا يود أن يقول في ختام هذا اللقاء؟ Что хочете сказать сейчас людям, Насеру, Навиачим, Насеру? Что сказать? Надо вот хорошо работать, чтобы болельщику надо рады. طبعا победу. يجب علي أن أعمل بجد لكي أرضي طموحات الجماهير وأسعدهم. نعم بلا شك نحن نتمنى له التوفيق. وبإذن الله ثقة الإدارة والمسؤولين والجماهير النصروية فيه كبيرة وفي زملاء اللاعبين جميعا. مي توجي جيليم شتو بي في أوسبيلي زديس مي أدمينستراتسيا إي توجي ليودي كاتوري ليوبيت ناصر. سباسيبا.